الاحتفالية الرسمية بهذه الذكرى، وتنظم أيضا هذا اليوم الدراسي بهذه المناسبة بواسطة البث عن بعد للطلبة عبر موقع الجامعة، نظرا لهذه الجائحة التي حالت بيننا وبين أن يشاركوننا الطلبة عيدهم بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية. بداية مع كلمة بهذه المناسبة للسيد مدير الجامعة البروفيسور نور الدين الجامعة الجامعية الكشافة الإسلامية الهلال الأحمر الإعلام، الحضور الكريم مع الحفظ التام لكل الألقاب والمقامات والرتب مع سابق الاعتذار إذا كان هناك تقديما أو تأخير لا يليق بالمقام. نيابة عن أسرة الجامعة يسعدنا ويشرفنا أن نشكركم ونرحب بكم ونشكركم على حسن تلبيتكم لدعوتنا وحضوركم معنا في هذا اليوم المميز. اليوم 19 ماي المصادف ل 19 ماي 1956، وهو اليوم الذي سطر فيه الطلبة الجزائريون الملحمة الصورية. هذا اليوم قرر فيه الطلبة وضع القلم وحمل السلاح. قرر فيه الطلبة أن يتوقف الحبر والمداد لكتابة الكلمات والعلوم، وقرروا أن يسكب فيه الدماء. هؤلاء الطلبة كانوا في مستوى التحدي وأدركوا حاجية الأمة وقرأوا أولويات الوطن، فتقدم طلب الشهادة في سبيل الله على طلب الشهادة الجامعية، وكان ذلك القرار الحاسم بترك مقاعد الدراسة والالتحاق بالجبال، فسجلوا بذلك تلك الملحمة البطولية التي أبدت الثورة المباركة بفيلق من الطلبة، فيلق من الإطارات، من الكوادر الذين هم قادرون على تأثير هذه الثورة وإمدادها بمختلف الفعاليات العلمية من طبية إلى إعلامية، وخاصة أن الثورة كانت في أمس الحاجة إليهم، وقد سجلت في 22 مارس 1956 وفاة أحد قادتها العقيل سير حواس قائد منطقة الأوراسي. وبذلك كان للطلبة الجزائريين إضافة مميزة للثورة ودفع لزخمها، وكانت فرنسا قد راهنت على إنتاج جيل هجين غير مرتبط بوطنه، غير مرتبط بأولوياته، وغير مستعد لتقديم التضحيات والشهادة في سبيل الله من أجل أن تعود الأرض إلى أهلها، من أجل أن يعود الحق لزوير. وبذلك نقف اليوم وقفة إجلال ووقفة خشوع أمام هذا الموقف البطولي التاريخي الذي سجل فيه هؤلاء الطلبة انتماءهم الحقيقي للوطن وتقديم أولوياته وحاجاته على أمورهم الشخصية. بهذه المناسبة ونحن نجتاز هذه المرحلة بوجود هذه الجائحة التي تجتاز العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، نرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا في الآجال القريب. تحولت الجامعة إلى الجامعة الإلكترونية أو الجامعة الافتراضية أو الجامعة عن بعد، مواصلة للمشوار العلمي البيداغوجي، وهنا أصبح لزاما على الطلبة أن يقدموا نفس الملحمة، لأن أولويات الوطن أصبحت تتمثل في الإقبال على طلب العلم والمعرفة وحفظ الكفاءات وشحذ الهمم والاستعداد والتأهب لمستقبل لا مكان فيه إلا لحملة علم. فنحن في جامعة أضرار بحول الله سجلنا مجموعة من الإنجازات في إطار الجامعة الرقمية أو في إطار الجامعة الافتراضية، فقد قفز مؤشر على زوار موقع الجامعة من 500 زائر في اليوم إلى 9800 زائر، ثم قفزت الدروس الموضوعة على منصة التعليم عن بعد الأونلاين إلى ما يفوق 1130 درس. كذلك هناك القناة التعليمية على اليوتيوب وقد سجلت تسجيل ما يفوق 130 محاضرة، وبذلك حدثت قفزة نوعية في الإقبال على هذه القناة من 400 مشترك إلى ما يفوق 2000 مشترك، ثم سجلنا عدد من الزوار تجاوز 25,000 زائر في المدة الأخيرة. ثم أيضا على المستودع الرقمي الإلكتروني للجامعة سجلنا ما يقارب 3,000 وثيقة إلكترونية تمت رقمنتها وتحميلها على الموقع للجامعة. كذلك بالنسبة للبوابة الجزائرية للمخطوطات فقد قفزت عدد المخطوطات المفارسة إلى ما يفوق 11,000 مخطوط. كل هذه المؤشرات الرقمية
تشير إلى أن الجامعة الرقمية والجامعة الافتراضية تتقدم بخطى جد مقبولة، وإن كنا نطمح إلى تحقيق أرقام أكبر من هذا تعبر عن أداء هذه الجامعة الافتراضية ومواصلتها للرسالة العلمية المقدسة ونقل المعلومات للطلبة وتوفيرها، وهي تعتبر أحد مؤشرات التنمية العلمية في كل جامعة، وهي ترصدها مختلف المؤسسات العالمية المعنية بتصنيف الجامعات وترتيبها وقياس مؤشرات أدائها. فهذه المناسبة أدعو أبناء الطلبة لأن يقتنوا هذه الفرصة وأن يقبلوا على هذا الكم المقبول من المعلومات المتوفر على موقع الجامعة، ثم تحويل مختلف الدروس في سيرها النصية إلى سيرها الموجودة على شكل فيديو، ثم الإقبال عليها حتى نتمكن من إنهاء المشوار الدراسي لهذه السنة الجامعية في ظروف بيداغوجية مقبولة تسمح لهم بالتحسين العلمي الذي يرقى إلى هذه المناسبة البطولية العظيمة التي نخلد ذكرها. فلابد لهم من كلمة في هذا اليوم، في كلمة ممثلا عن طلبة جامعة أدرار، أدعو الطالب محمد عبد الله بشيري فليتفضل مشكورا. إن طلاب العلم اليوم هم شريان حياة الأمم ومستقبل الأوطان، فهم الغد المشرق الذي يحمل في طياته الأمل والسعادة للوطن. وما تحربت المجتمعات واستقلت إلا وكان لطلاب العلم بصمة في أخذ السيادة الوطنية ورفع راية الأمن والأمان. أظن أن القيادات التي ستقوم بهذا العمل الشاق لأنه عمل معنوي هي قيادات جامعية، هم الأساتذة، هم الطلبة، هم خريجي الجامعات. تجاه ثورتهم، إن ذكرى عيد الطالب هي محطة من محطات تاريخ الملحمة الوطنية الخالدة، تستوجب منا التوقف عند معالمها وتذكر مآثر أولئك الطلبة الأشمس من أبناء هذا الشعب الأبي إبان الثورة، إبان فترة الاحتلال، حين قرروا ترك مقاعد الدراسة والالتحاق بإخوانهم المجاهدين بالشعاب والجبال ومساندة الثورة، مرددين مقولتهم الشهيرة آنذاك: لن نكون أفضل بشهادة فرنسية. فمنهم من نال الشهادة وافتدى بدمه حرية الوطن، ومنهم من عاشر الاستقلال في مراحل البناء والتشييد. هاي الذكرى تعود علينا اليوم في حالة جديدة وأمال متجددة نابعة عن طاقات شبابنا الطلبة الذين هم ركيزة هذا المجتمع وعنصر تحريكه نحو مستقبل مشرف. إن الدولة الجزائرية كانت ولا تزال تولي عنايتها بفئة الشباب عموما والطلبة على وجه الخصوص، ومن خلال إقرارها في أكثر من مناسبة لإجراءات وتدابير وتحفيزات هادفة في مسعاها إلى تطوير ظروف التحصيل العلمي، تحسين المردود الفكري، قصد جعل هذا الجيل قابرة هذا المجتمع وحاملا للوائه نحو التغيير صوب التطور والازدهار. أمالنا معلقة عليكم ونظرتنا لجزائر الغد في نظارة عيونكم وأحلامكم المتيقظة بناتي وأبنائي الطلبة. إني جد متفائل اليوم بطلائع جيلكم الجديد، ومن خلال إدراكه وحسه المتنامي تجاه الوطن ووعيه بعناصر تماسك الأمة، قد لمست ذلك في أكثر من مناسبة وزيارة قد قمت بها للنقاب في الولاية، أين وقفت على هذه المعالي في حوارات ولقاءات أجريتها مع بعض الطلبة، وما لمسناه فيها من المسؤولية والوعي السابق تجاه المجتمع والوطن، ترك في نفسي انطباعا مريحا وطمأنينة بأن الجزائر بخير والحمد لله لأبنائها البررة، وإن شاء الله ستتوالى الأجيال وتتلاحق وستكون جزائرنا بخير. كما أعود لأهنئ نفسي بمناسبة ذكرى 19 ماي لأنني أعتبر نفسي وأفتخر أنني منتوج المدرسة الجزائرية. وفي هذه المحطة أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع
معلمي الابتدائي والمتوسط والثانوي وأساتذة الجامعة التي تمدرست على يدهم ومن خلالكم ومن خلالهم أتقدم إلى جميع معلميكم ومعلماتكم وأساتذتكم ودكاترتكم على ظهر هذه الأرمة نحن فيها الآن. متمنيا لكم قلت أهنئ بناتي وأبنائي الطلبة بعيدهم، وكما أتقدم كذلك لطلبة الدول الشقيقة التي هي في جامعتنا متقدما لهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسارهم الجامعي، وعيدكم سعيد أبنائي وبناتي وكل عام وأنتم بألف خير. ذكرى عيد الطالب تتوافد هذه السنة مع عدة ذكريات دينية، على سبيل المثال ذكرى 19 ماي تتوافد مع جائحة وباء كورونا كوفيد 19 ماي تتوافد مع ليلة القدر، اللهم بلغ عن ليلة القدر وتقبل منا، تتوافد مع العشر الأواخر لرمضان. إذا 19 ماي 2020 فهو محطة استثنائية بامتياز، وأنا في رأيي ستزيد الشعب الجزائري أكثر 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 عزيمة بعد الخروج من هذا الوباء، وبمناسبة ليلة القدر وبمناسبة العشر الأواخر وبمناسبة الشهر الكريم، أدعو الله أن يرفع عنا الوباء وأن يجعل دولتنا أكثر قوة، وأترحم على جميع من وافتهم المنية بهذا الوباء، وأطلب من الناس اللي راهم في المستشفيات الشفاء العاجل. وأبلغ من هنا عن طريق الصرح الجامعي الصرح العلمي كل مواطني ومواطنات ولاية أضرار الذي أتمنى لهم التقدم لهم بتهاني الخالصة بمناسبة ليلة القدر، وأتمنى أن يكونوا في صحة وعافية، ولكن أتوقف مرة أخرى لإعطائهم التعليمات الوعية الوقائية والصحية، لأن كما قلنا نعود الكورونا احنا نمشيلها ماشي هي تجينا، هي كما قلت لك الكورونا انت راك تمشيلها. مرة أخرى نتقدم إلى جميع أهل أضرار، نعرف بلي بمناسبة عيد الفطر كاين عادات وتقاليد على مستوى دولتنا وعلى مستوى يعني بلادنا، ولهذا نحن في ظروف استثنائية، وإذا أردنا الخروج من هذا الوباء فما على الجميع إلى اتباع الإجراءات والبقاء في المنزل وتبليغ تهاني العيد. هناك وسائل علمية كالرسالات النصية التواصل إلى غير ذلك، هذا من المستحسن إذا أردنا تفادي هذا الوباء والخروج منه سالمين غانمين، ونحن كلنا أمل وتفاؤل باللي إن شاء الله بعد شهر رمضان ندخل في مرحلة جديدة ربي سبحانه عز وجل وأغتنم. وفي الأخير أعلن عن الانطلاق لليوم الدراسي، اليوم الدراسي للبث بوسائل البث عن بعد، وأتقدم كذلك لمديرية المجاهدين ومديرية الشباب والرياضة المشاركين مع إدارة الجامعة في هذا اليوم، وأتمنى لكم النجاح في هذا اليوم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، السلام عليكم.